والسلام عليكم حبايب قلبنا من جديد. اليوم جبنا لكم سندويشات بالفطر، بس يا ريت بلاش تبطلوا الكلمات المحظوره نهائيا في التعليقات. الله يسعدكم، يكفيني تعملوا لايك ومره شكرا. واليوم يلا حنعمل معاكم الفطر بطريقه مره حلوه، سندويشات خفيفه وسهله وبسيطه للكبير والصغير، حيحبها قلبكم. اول حاجه تجيبوا الطاوه وتحطوا عليه الفطر بعد ما تغسلوه وتصفوه، بعد كده تضيفوا زيت الزيتون وتضيفوا الثوم مبشور طبعا، وتضيفوا مكعب ماجي وتدوبوا مكعب الماجي طبعا وتقلبوها. بعد كده طبعا الفطر حيطلع مويه، تضيفوا فلفل اسود وتضيفوا هذه الشطه، حطيت لكم صورتها. بعد كده تضيفوا عصير الليمون كوب كامل او نص كوب حسب ما انتم تشوفوا الكميه اللي انتم تعملوها، وتضيفوا قليل من الملح، وتضيفوا من المستردة خردل ملعقة واحدة تقريبا، وخلاص تحركوها وصارت جاهزة. نجح الفطر معانا. أخذنا الخبز، خبز بتيت من أفضل يعني العيوش صراحة، مرة طري، وصار السندويش جاهز ومفيد وصحي. وأقرأ عن فوائد الفطر في جوجل، مرة مفيد. وعليكم بألف عافية، إن شاء الله يا رب نكون أفدناكم بالفيديو تبعنا، وشكرا على المتابعة.